من لمسة واحدة في المكان الممتاز وصلت لباولينو. أحمد تمريرة لدوترا، دوترا دول دوترا يسجل، وكنت أعلم غال الكعب هنا محمد المال أمامية دوترا، دوترا وباسل عبد الله معرفي يهيئ إلى أحمد، أحمد 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 وصلت إلى سقوط. الجاسم يشير بالاستمرارية، كرة تأتي بمرتدة، دوترا ينطلق من جهة اليسرى، محاولة لمصلحة النادي العربي، دوترا دوترا عربي لو نجح الآن بيحاول، لكن الكرة تتهيأ والفرصة قائمة ولا زالت عرباوية، الكرة تتسدد وخطيرة، جول جول، تحققت الأحلام في دقيقة وثلاثين ثانية. دوترا مطالبا بلمسة يد على فلاديمير فايس، عندنا مخرجنا الرائع اليوم حمد الكواري ما راح يفوتها، حيجيبها لك يا علي جاسمي، لك شوف الكرة وين، جيبها من الشبكة يا كلود أمين، التعادل، نعم دوترا، الله ينجح في المباراة، مباراة الآن بهذه الصورة الفنية لا تجعلك تجزم بأن أحدا سيفوز مثلا، لكن العربي الآن لو حطها على الشمال، أوبا، الله الله يا دوترا، إنها ليلة دوترا. أشعر بأن العربي يزداد ثقة ولاعبو يزداد ثقة بأنهم قادرين على الكثير. كرة لدى جونيور، سيرجيو ياخذ كرته يحاول المرور، يعطي الكره لدى باولينيو، مره اخرى لدى سيرجيو، كره عرباويه، الله، احمد شهداد يتقدم، تعود المحاوله من جديد الى سيرجيو جونيور، اماميه ملعوبه لكن ايضا تغطيه، عبد العزيز حاتم يفكر بالتسديد، مر بالمرة الأولى، مر في المرة الثانية، فرصة للتعديل، جول جول سيرجيو جونيور. أحمد فتحي يلعب الكرة، أحمد فتحي، آدن علي يلعب التمريرة في الأمام، آدن علي وانطلاقه في الأمام، عبد العزيز حاتم يتقدم وانطلاق، عبد العزيز يا السلام على تمريرتك إلى دوترا، استلام وتسديدة، يا السلام يفعلها العربي ويدون أولى الأهلي المدججة وللفهود نادي الأخوية، خمس انتصارات للأخوية، أربع تعادلات للفريقين، العربي ما فاز، الله فاز الآن بأول هدف في اللقاء الأسرع في دوري. الرجل الذي جاء بديلا، جاء بديلا في هذا الموسم للمدرب السابق لنادي الإخريطيات، المدرب الفرنسي بيرترا مارشال، الذي غادر الفريق في منتصف ديسمبر الماضي وجاء في نفس الشهر هذا البوسني. كرة فيها محاولة، أول أهداف في المباراة، العربي يسجل ويضع بصمته البرازيلي الجديد سيرجيو جونيور. كرة إلى ركلة ركنية، ملعوبة في منطقة الجزاء، محاولة راسية، يا سلام، هدف ياتي بطريقة رائعة جدا والارتقاء من فيما يخص بعض اللاعبين، لذلك نجد محمد على مقاعد البدلاء، عبد الله معرفي قناعة المدرب كارينيو بأن يلعب أساسيا في كل المباريات وهذا أمر رائع جدا. كرة لمصلحة العربي، هاتريك هاتريك هاتريك، هي ليلة هي ليلة. Borstcontrole en dan geen buitenspel. En dan mag Doutra zomaar op Kozemans afgaan. Doutra die legt af naar Patosi en die maakt er 1-0 van.
ja, snoert hij alle criticasters de mond. Want ze gaan er wel heel vlot in nu bij Niel de Pauw. Ja, Maas van Beveren even het noorden kwijt nu. Patosi opnieuw. Patosi opnieuw tot bij Dutra. Dutra ook nog bij Kosmans. Dutra maakt er 3-0 van. Nu gaat het heel snel bij Lokeren. Junior Dutra maakt er na. Maric. Ja, Lokeren komt in voetbal als een volwassen ploeg. Als een ploeg met lef. Met veel voetballend vermogen. Dutra met de trap en de goal. Daar is hij. Where are you? Vroeg Peter Maas. Daar is hij. Het staat 0-1 voor Lokeren. En zo. Schot mist Venijn. Galicios. Prachtige kopbal van Junior Dutra en 5-1. Het gaat heel erg snel nu. Dat zijn twee goals. In de hoogste klasse. Meteen de lange bal. Richting het Sjoek Saneke. Hier is Dutra. En Remakle. Die toch op links is begonnen. En dus de bouw op rechts. Van Aken al meteen voorin te vinden. Gaat naar Dutra. Spectaculair! Oh, oh, wat een start! Sergio Dutra. Zullen we zeggen in de beste traditie van Niel de Pauw. Odoi. Lokeren blijft komen. Van Aken. 1-2 met Remakle. Goeie voorzet. Dutra. Die maakt het wel. Kijk eens. De... Appau, die is ver op wandel. Nu verongert hij bijna door, maar vier man van Lokeren was te veel. En nu is die weg op zijn flank. Dat moet Geudens dan opvangen. Geen buitenspel, Remakle. Ja, Remakle naar binnen. En Remakle met het schot. En van Langendonk door de benen. Er ligt wel wat ruimte waar Jurgensen nu in wil. En ook de bal krijgt. En dan loopt Ojija. En dan is Persoons te laat. Maar doet Dutra het goed. Was er de knal van Meunier. Ja, goed mee verdedigd en al binnen gekomen van. Ja, in feite is Ojije had last, maar Kilian Overmeijer ook blijkbaar. Die stond hier echt met pijnlijke grimassen, een beetje voorovergebogen. En ja, het loopt echt niet lekker. De adductor. Dutra, nog afgeweken corner. Op Duarte. Goed, wat een redding van Verhoest. Met een hartslag die even 200 ging, denk ik. Ik denk ik heel blij was dat die bal nog net onder zijn lichaam bleef steken. Zo verrassend getrapt. Meegenomen de Pauw. Op een heel goed balletje van Dutra. En nu misschien... Dit is zijn beste keeperskwaliteit te zien. En dan maar die Biglia. Naast Loepen tegen Beveren. Ooit... Dat heb je het gezien gebaar maakte. Dutra! Wow! Het is 1-1. Wat een schot. Ja, een donderslag bij Helderheid. Nog vaak een koppeltje. Dutra. Uitstekend voor Nuitink ingesneden. Mooi paasje. Buitenspel leek me. Niet gevlacht. En daar zat een Bemba tussen. Van Aken laat het aan. Knap gedaan van de Pauw. De slimme loper bij Lokeren. Patosi. Daar is de Pauw. En Dutra is hier. En dus Van Aken voor de pot. Sleep van Dutra. Knap gedaan. Van Aken. Goal. Dat deed niet. Nu wel. En zo snel is het dus koekenbak, zoals ze dan zeggen. Minuut 7. Van Aken. De vriesigheid is ook een beetje aan zijn spel verdwenen. Je ziet dat de zuurstofflessen bij hem niet helemaal meer vol zijn. Van Aken vraagt weer, als je het over het oog hebt. Dat is het bij hem toch altijd. Dutra. Patosi haakt af, links is Odoi mee. Dutra wil zelf nog eens. Niet een onaardig schot, maar je hebt zo weinig kans vandaar. Maric. De jongen, dat is slordig. Dutra. Dutra, Dutra kan uithalen. Arbaoui dan maar. Maar zijn bal gaat naast. Via een lierse voet.